يسأل عن الصفة الشرعية للتعامل مع الميت لحظة وفاته. الشرعية أنه عند احتضاره يلقن لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه من الدنيا فيدخل الجنة لذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث صحيح. فإذا مات فإنه تغمض عيناه الجاحظتان و المفتوحتان، وتنزع ثيابه لئلا يفسد جسمه ويتعفن، فيسجى بثوب وتوارى عورته ويسجى بثوب حتى يجهز، ويبادر في تجهيزه وحمله إلى القبر، ويبادر بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، وأيضا الصلاة عليه وحمله ودفنه وتغسيله وتكفينه، الصلاة عليه حمله ودفنه، كل هذا مما يجب عمله للميت بعد موته. فالميت له حق على إخوانه المسلمين أن يقوموا بتجهيزه، ومن تغسيل وتكفين وحفر قبر، صلاة عليه، الدعاء له. نعم. له فقرة متعلقة بهذا السؤال يا شيخ، يقول: من أولى الناس بتغسيله؟ وصيه، أولى الناس بتغسيله وصيه، ثم أقرب أقاربه إليه من الرجال. نعم.